موضوع رئاسة الوزراء هذه المخرجات ولا اللي صرنا احنا معارضة اللي ضدناها عبطا مثلا زين نشعر انه نفس المخرجات كل يقدم او يدلي بدلوه باتجاه الانبطاح له، لذلك ستحدث التوافقات. احنا ما ردنا هيك شيء. شنو اللي راح يغير اي شخص قادم امام هذه الكتل المتصارعه بكل شيء الا في السياده؟ لا تتصارع باتجاه التسلق للسياده بقدر ما انها تتصارع في الانبطاح نحو السياده. كل يده هذا ذاك لاسرائيل، ذاك للسعوديه، هذا التركية، هذا الامارات، هذا الايران. ايش راح نحقق؟ هو بس ارجعك خطوه للخلف مع الضيوف بقصف المطار. طلع ترامب على لين قال انا نفذت الضرب، وايران طلعت ايران على رجعت ضربت لانه ما عندك سياده قاعده الاسد، وردت على اساس رد اعتباري على قضيه المطار. هسه من يومك لهذا اليوم واعود ايضا اول من نادى بقضيه خروج الاحتلال وضربه هو السيد مقتدى صدر. اول من تحدث عن انه امريكان مخترقين السياده هو السيد مقتدى صدر. اول من شن حملات تجاه الامريكان هو السيد مقتدى صدر. الان هاي المعادله، معادلة أمريكا وإيران بالعراق ولا شرقية ولا غربية، إيش قد ممكن تمشي؟ يعني أولاً موضوع الشرقية والغربية مع الاحترام للتغريدات أصبحت يعني لا تعني شيء عند أي عراقي، يعني بالوقت يعني لا شرقية ولا غربية شنو؟ ما أنت احتويتهم كلهم. ما أعرف هي لا شرقية ولا غربية ماذا يقصد بها؟ مثل ما كانت حكومة أغلبية وطنية، وإحنا قلنا وين هالوطنية بالأغلبية؟ ما هي توافقية محاصصاتية؟ والدليل يعني حتى التسريبات اللي ظهرت أخيرا شنو وجه الوطنية؟ فماكو شيء اسمه ماكو شرقي غربي. أنت تحالفت مع هؤلاء نقطة على السطر. كلا كلا أمريكا سقط هذا الشعار بمجرد التحالف مع من يسوق لإسرائيل ومن بالدليل القاطع، يعني هسه ما يحتاج اتهام وما اتهام، هذا دليل قاطع أنه حكومة أربيل بالذات ذاهبة باتجاه إسرائيل. و موضوع رفع العلم احنا نقص شاربه اللي رفع العلم اسرائيل ببغداد، نقص الشاربه. لا تقول لي مواطن ويهودي، اليهودي على عيني على راسي، هذا علم يمثل غير شيء، هذا على اقل تقدير بالظهور، على اقل تقدير بالظهور. هذا زين. اما موضوع تغريدات السيد مقتدى الصدر بصراحه اصبحت لا تعني اي شيء، لانه افرغت من فحواها بمجرد التحالف مع من يعتقدهم سابقا انهم مطبعين سوء. حتى الحلبوسي، مشروع الحلبوسي ايضا اقليم السني، هذا وين رايح؟ باتجاه التطبيع. مشروع البرزاني باتجاه التطبيع، هذا موضوع. اذا لا شرقيه وغربيه مع من وانت تحالفت مع ادوات التطبيع ابتداء؟ اما اذا كنت تقصد بكل تغريداتك ايران 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 فقل لا شرقيه، لكن لا تكتب معها لا غربيه او شماليه او جنوب، قل لا ايرانيه تكون اوضح الامور. وهذا ما نحسه حاليا، لا ايرانيه هذه التغريدات كلها تعني.